برعايه سعاده الدكتوره الشيخه رانا بنت عيسى بن دعي الخليفه الامين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس امناء مجلس التعليم العالي انطلقت فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي بنسخته الثانيه وبتنظيم من مجلس التعليم العالي بالتعاون مع المجموعه العالميه للذكاء الاصطناعي. واكدت سعاده الدكتوره شيخه رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفه على اهميه مواكبه التعليم العالي للتكنولوجيا الرقميه واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث مشيره الى ان الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يهدف بالضروره لايجاد روبوتات بشريه تحل محل الاكاديميين وانما ايجاد تكنولوجيا تساعد الطالب في التعلم وتوفير الدعم الأكاديمي للمعلمين، مُوضِحة أن التقرير الصادر من منظمة الأمم المتحدة يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى 25 مليارا و700 مليون دولار بحلول عام 2030 حيث سجلت ارتفاعا بقيمة مليار ومئة مليون دولار خلال عام 2019 مما يؤكد توجه العالم نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأهمية الاستثمار في هذا المجال وذكرت الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن التطور في الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة في قطاعات جديدة ذات علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يؤكد أهمية استحداث تخصصات جامعية جديدة والاستثمار في التخصصات الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. من جانبه قدم الدكتور جاسم حجي رئيس المؤتمر ورئيس المجموعه العالميه للذكاء الاصطناعي الشكر والامتنان الى الدكتوره الشيخه رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفه لرعايتها الكريمه للمؤتمر الذي تناول جوانب مختلفه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليه التعليميه مشيرا الى ان اعمال المؤتمر ركزت على تبادل التجارب وعرض دراسات من الدول المتميزه في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتحدثين اللي دعيناهم من خيرة خبراء العالميين والدوليين في الذكاء الصناعي من جامعات أوروبية أو جامعات خليجية بحيث قدموا نموذج راقي وعميق عن تطبيقات الذكاء الصناعي في التعليم العالي ومستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وما يخص الوظائف وفرص للطلبة وايضا دور المهم او الاقليم البحرين في الذكاء الاصطناعي هذا المؤتمر الثاني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي وهذه يعني يعطي نقله نوعيه للتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي ان تنطلق في الاستفادة من هذه التقنية في مجالات التعليم المختلفة وفي التخصصات المختلفة، وتواجد أساتذة الجامعات وطلبة الجامعات ورؤساء الجامعات في هذا المؤتمر هو تعبير عن الشكر وعن مدى الاستفادة من هذا العلم الحديث. مؤتمر مهم جدا ويأتي هذا المؤتمر في الوقت المناسب لأن العالم الآن على عتبة انتقال كبير جدا الى مجال الذكاء الاصطناعي صار اصبح الذكاء الاصطناعي جزء مهم جدا من حياه كل انسان